أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، بحييكم تحية النعمة والسلام في اسم ربنا يسوع المسيح. ما زلنا ندرس عن ما هي إرادة الله لحياتك، واليوم رح نعرف إنه ما هي إرادة الله لحياتك؟ أن تفعل مشيئة الرب. إرادة الله لحياتك إنك تصنع مشيئة الرب. ورح أقرأ بعض الآيات من إنجيل متى الإصحاح 12، ورح أقرأ من آية 46. وفيما هو يكلم الجموع، إذا أمه وإخوته قد وقفوا خارجا طالبين أن يكلموه، فقال له واحد: هو ذا أمك وإخوتك واقفون خارجا طالبين أن يكلموك. فأجاب وقال للقائل له: من هي أمي ومن هم إخوتي؟ ثم مد يده نحو تلاميذه وقال: ها أمي وإخوتي، لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. وفي موضع آخر بيتكلم عن الجموع، مش بس عن التلاميذ، عن الجموع المحيطة بها به التي تسمع كلام يسوع المسيح: أخي وأختي وأمي أيضا. فالسؤال: من هي أمي ومن هم إخوتي؟ مد يسوع يده نحو تلاميذه أو نحو الجمع وقال مشيرا: ها أمي وأخوتي، لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي أيضا. في إنجيل لوقا نفس سياق الحديث، إذا ممكن نفتح الكتب مع بعض، مكتوب: أمي وإخوتي هم الذين يسمعون كلمة الله ويعملون بها، في لوقا إصحاح 8. مرة تانية يسوع المسيح كان بيتكلم، وفيما هو يتكلم بهذا رفعت امرأة صوتها من الجمع وقالت له: طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهما. أما هو فقال: بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه، في لوقا إصحاح 11. لاحظ تركيز يسوع المسيح عن من يصنع مشيئة الآب، هو الإيمان بيسوع، واللي بيصنع مشيئة الآب هم الذين يسمعون كلمة الله ويعملون بها. وهنا واحدة من الجمع تطوب البطن اللي حمل يسوع، أي تطوب المطوبة القديسة مريم العذراء. لكن لاحظ كلام يسوع المسيح، قال: طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. طبعا احنا بنعرف انه يسوع كان يقدر ويحترم امه مريم كل الاحترام، ونحن نعلم انه شهرة مريم هي بتقواها ومحبتها لله. لكن قال يسوع في هذا الجواب، لاحظ، قال: بل الذين يسمعون كلام الله. هو بكلمات اخرى قال كلمة بل، يعني في اللغة الاصلية كأنه بقول للمرأة التي صرخت من بين الجمع: معك حق، كلامك مزبوط، نعم ولكن. يعني وافق على كلماتها: طوبى للبطن اللي حمله والثديين اللي رضعهما من المطوبة القديسة مريم العذراء، ولكن، يعني كل الكلام صحيح، ولكن الذي ينفع أحبائي، مثل ما بنقرأ، أي يعني لا ينفي ما قالته المرأة، ما نفاش لكن طوب بشكل خاص اللي بيسمع واللي بيحفظ كلام الله. أحبائي، السعادة الحقيقية
هو أن يسمع كلام الله ويحفظه، أي طاعة كاملة للكلمة، لكلمة الله. تعرفوا لما يسوع المسيح وعظ عظته الشهيرة على الجبل، اختتم العظة في متى 7 بيتكلم عن 2، واحد جاهل واحد عاقل. واحد الجاهل بنى بيته على الرمل، الحكيم بنى بيته على الصخر. وهنا بيتكلم عن كلمة الله التي لا تتزعزع. طبعا بالمقابل على نقيض الفريسيين قال عنهم يسوع المسيح: اسمعوا أقوالهم ولا تفعلوا أفعالهم. يعني بس شاطرين بالحكي لكن مش بحفظ وتطبيق كلمة الله الحية في حياتهم. في رؤيا إصحاح الأول الآية 3 شوف شو بقول الكتاب المقدس: طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها، لأن الوقت قريب. ثم قال يسوع: أحبائي، أنتم أحبائي، أصدقائي، my friends، إن فعلتم ما أوصيكم به، في يوحنا 15. فإذا شو اللي بينفع؟ الذي ينفع هو الإيمان العامل بالمحبة. غلاطيا الإصحاح 5 يقول المسيح: في المسيح لا ينفع الختان ولا الغرلة بل الخليقة الجديدة. يعني الخليقة اللي أخذت الولادة الروحية، الولادة الثانية، أصبحت خليقة جديدة في شخص الرب يسوع المسيح. لأن المسيح أحبائي هو الكل وفي الكل، كما يقول بولس الرسول إلى كنيسة كولوسي الإصحاح 3 والآية 11: ولهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة، في الرسالة إلى العبرانيين إصحاح 2. فإذا السعادة، كل السعادة، هو من يحفظ ويطيع كلام الرب. السعادة وكل السعادة، لأن كلمة طوبة بتعني يا لسعادة، يا لهناء، يا لغنى. إذا في العبري أشري يعني يا لغنى، مكاريو أو مكاريوس في اليوناني تتكلم عن تطويب، عن غبطة، عن سعادة، عن هناء. يا للسعادة الشخص وكل السعادة اللي بيعمل مشيئة الرب. مكتوب عن يسوع: أن أفعل مشيئتك سررت. ثم قال يسوع في يوحنا 4 آية 34: طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. أما مشيئة الرب تثبت إلى الأبد، لكي تمتلئ من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي. فإذا يكون عندنا حب أن نفعل مشيئة الله، حب أن نرضي الله، حب أن نحفظ وصاياه، حب أن نطيع وصاياه، حب أن ننفذ أوامر الرب في حياتنا. من هم أمي وإخوتي الذين يصنعون مشيئة الآب أو مشيئة الذي أرسلني؟ طبعا يسوع المسيح بالطبع بحب أمه وبحب عيلته، لكن هذا لا يناقض تعليمه. في مرة جاء واحد إلى يسوع المسيح وقال له: إذن لي أن أمضي أولا، إذن لي أن أودع الذين في بيتي. أجاب يسوع وقال له: ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت الله، في لوقا إصحاح طبعا 9. في لوقا 14 شوف شو الرب حتى بيتكلم كلام يمكن لأول مرة يبدو أنه خطير وصعب بالنسبة إليك تتقبله. قال في لوقا 14: من لا يبغض أباه وأمه أخاه وأخته فلا يكون لي تلميذا. واو. فإذا الرب وضع الأولويات وحسمها مش على أساس اعتبارات عائلية، مع أنه كان بحب عائلته جدا، لكن بكلمات أخرى يقول يسوع المسيح:
إن عائلته إخوته هم الذين يصنعون مشيئة الله. المسيح كان بحارب على جبهتين. قبل هذه الآيات كان بحارب الفريسيين اللي عم بحاولوا يضغطوا بكل الإمكانيات. قالوا حتى عن يسوع أنه برئيس الشياطين يخرج الشياطين. وطبعا لما أجوا أهله ليسوع وانتظروه برا، يعني بكلمات أخرى كان مهتمين على يسوع المسيح، خايفين عليه، لأنه اعتقدوا أنه عم بيقود نفسه إلى الجنون، لأنه مش عم بيشوف فرصة أو يجد راحة حتى للأكل لنفسه. طول النهار عم يتكلم بكلام الله. وبالحقيقة كما موجود في يوحنا إصحاح 7 أنه عائلته لم يكونوا يؤمنوا بيسوع حتى هذه اللحظة. لكن المسيح أحبائي لم يقلل من شأن العائلة. ولاحظوا أحبائي أنه لما جاءت العائلة لا يوجد أي ذكر ليوسف، وأغلب الشراح بيعتقدوا أنه يوسف انتقل، يعني مات بهذه الفترة. طبعا المسيح حاشا أنه يتنكر لعيلته. ألم يقل الكتاب عن طفولة يسوع لما رجع للناصرة كان خاضعا لهما، أي ليوسف ومريم، وحتى وهو على الصليب ألم يقل لمريم أمه يا امرأة هو ذا ابنك، عن يوحنا الحبيب تلميذ يسوع المسيح. حتى في أحلك الأوقات كان بيهتم بأمه وبيستودعها ليوحنا الحبيب، فحاشا أنه يتنكر لعيلته. لكن يسوع المسيح أحبائي شدد على تفوق العلاقات الروحية وأهميتها، لأنه هو الذي قال من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني، في إنجيل متى إصحاح طبعا العاشر. فإذا إخوتي وأخواتي لاحظوا من الكلام إنه حتى أقرب الناس وأحب الناس إلنا إذا كانوا أولوية في حياتنا أمام يسوع فأنت لا تستحق يسوع المسيح. المسيح طبعا مش بس بيتحدث عن أمه وعن إخوته فقط، بل بيتحدث عن أبناء قومه في صيغة الحديث الذين يرفضونه ورفضوا تعليمه. هذا المقطع أحبائي لأنه جاء بعد نقاش حاد مع الفريسيين. يسوع هنا يتكلم عن تأسيس عائلة روحية جديدة اللي بتضم كل أولاد الله إلى خاصته، جاء وخاصته لم تقبله، وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه. فإذا هاي عائلة الآب السماوي، مش عرق ولا شعب ولا جنس معين، بل جميع الذين يصنعون مشيئته بيصبحوا إخوة يسوع كما يقول الكتاب المقدس. من هاي اللحظة يسوع بيتكلم عن نظام جديد للأمور. شعب اليهود لم يقبله، لذلك اتجه نحو الذين يقبلونه، الذين هم أبي أخي أختي أمي، كل الموجودين، الذي يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات. لكن طبعا بالطبع يعني عائلة يسوع آمنت بيسوع المسيح. لما بتقرأ في سفر أعمال الرسل بعد قيامة يسوع المسيح إصحاح الأول آية 14، اسمع ما يقول: هؤلاء كلهم، عن 120 التلاميذ طبعا، كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة. لاحظ الكلام، مع النساء اتكسر الحواجز فصارت الاجتماعات رجال ونساء في نفس المكان، مع النساء ومريم أم يسوع، لاحظ الكلام، ومع إخوته. مريم أم يسوع ومع إخوته، يعني الريليتيفز، يعني عائلة يسوع المسيح.
يعني بالامتلاء من الروح القدس انكسرت كل الحواجز، فاحنا أصبحنا عيلة واحدة، عائلة الرب، أصبحنا خليقة جديدة، أصبحنا كما يقول عنا الكتاب الإنسان الجديد، أصبحنا كنيسة الرب، عروس المسيح، جسد الرب. وهذه كل المصطلحات تعبير عن الوحدة وعن المحبة بين الجميع. فالسؤال، هل تفعل مشيئة الرب؟ يعني أنا بصلي من كل قلبي إذا أنت بتعمل اليوم مشيئة الرب أنت بتدخل في عائلة الرب. وإحنا أول مرة لما تكلمت عن ما هي إرادة الله لحياتك قلنا الخلاص، الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. فهذا الأمر موجه لإلك، هل فعلا عاوز تعمل وتسر الله وترضي الله في حياتك؟ اصنع مشيئته بقبولك يسوع المسيح فتصبح من عائلة الله. وهذا عن طريق المجيء إلى يسوع اللي هو الطريق الوحيد والخلاص الوحيد. فيك تحط ثقتك وإيمانك بالرب يسوع، تعترف بخطيتك وتقول له يا رب أنا اليوم ارحمني، أنا الخاطئ، أنا بتوب، وأنا عاوز أقبلك مخلص لحياتي وأكون من عائلتك. إذا صليت هاي الكلمات البسيطة خبرنا وشارك هذا الفيديو، ربنا يباركك ويكون معك.